مفاعيل كلاسيكية طبعاً معلمينكم من أول السنة ناخد بالنا أوي منها. الديناين ومالجنت الديناين نشوف بقى في ديسيليوم ولا مفيش. لو في ديسيليوم نقول الأول. طبعاً ترانسيشنال سيربابيلوماتي يعني موضوع كبير وموضوع كامل ونتكلم منه. ترانسيشنال سيربابيلوما خدوا بالكوا هنا في ترانسيشنال سيربابيلوما في منها نوعين. واحد يقول ازاي مش لاقي ترانسيشنال؟ لا في نوعين، في نوع مؤذي وبيبني قلب وفي نوع ابالونيا. المؤذي اللي عامل بيطاري واسمه فيلوس ترانسيشنال برضه، بس ترانسيشنال فيلوس بابيلوما ده خطير. لو سألت في الامتحان خطير للتشكل الأرض. طبعا ما كانش على الشفا وطالب دلوقتي. قال لك هو خطير ليه؟ قول له عشان حاجتين. طب ايه حاجتين؟ لان لما بشيله بيرجع تاني. قال لك لا بس طبعا حاجه مؤذيه قوي يعني كنت عندي في مرمى وعمليه واشيله ويرجع تاني. طب يقول لك خطير عشان حاجه تانيه؟ قول له اه بوتنشالي مالجنت الجمر. هيبتدي طبعا يسألك يعني ايه بوتنشالي مالجنت الجمر؟ ونتعلم من طبعا مفهوم حاجة مهمة جدا إن في نوعين من البناين تيوب. في بناين بناين يعني عمر ما يتعرض لأي جلايكوما وعمرنا ما سمعنا عن جلايكوما بقت لا يصدقون عمرنا. وعلى فكرة عمرنا ما سمعنا عن ليوما يوما بقت ليوما يصدقون عمرنا. فدي بناين بناين وفي أضرار اسمها بوتنشالي بناين. هي الجروس مايكروسكوبيك بناين ولكن في مشكله هي ان لابس كتير. طبعا لو انا خدتها دلوقتي مش هيبقى فيها اي مالجنس خالص. جروس دي تبقى من تحت المايكروسكوب بناين، بس المشكله لو سبتها هتقلب مالجنس. دي اسمها ايه؟ المالجنس الاستفادي يعني بوتنشال يعني استفادي. الورق اللي بتبرمون البوتنشال مالجنس الجيومر بتاعت بناين بس لو سيبته يقلب مريض. طب مش عرفك؟ لا مش عرفني بقى. الناس قالوا لي خد بالك خبره قديمه يعني مش عرفت ان ده بتنشل مريض. بنعمل كروس مايكروسكوب بس الناس اللي قبل كده لما اتعاملوا معاه لقوه بيقلب مريض. وفي امراض كتيره بتنشل مريض اهمها بالبيتس بابيلوما واهمها الادينوم التصوري بتاع الاستومك وبتاع الارجنتيشن دول خطيرين يعني. لو شفتهم حمد شيلو لو شفتهم حمد شيلو. طب اقرا لي الفيروس وور وكفر. طب انكور تعالى كنت بس لو كنت الكفر بقى ما يزيدش عن 7 حرارات. طب لو زاد؟ لا لو زاد ما يزيدش معاك يعني. لو اخدت بايوبسي كده او شلته وجيت عدي على الطبقات ولقيتهم 10 خلاص كده قلب مالجنا. يا دكتور ما فيش انفلتريشن؟ ما في لا انفلتريشن ولا مايتوتيك فيبر ولا سيل ولا اي حاجه. بس هو ادام عدد الطبقات زاد عن 7 عدد الطبقات اللي عليه زاد عن 7 يبقى ده ترانزيشنال سيكشن. بص يا كبير ولا لسه لا في انفيجن ولا سيلولار اكتيفيا ولا اي حاجه خالص. ولا ايه؟ انت رايح تاني ورا ليه؟ عشان ما اشوفك تعالى تنقح مكانك هنا. طيب يا عم فانا بتمنى انا اتاكد ان شيرنينج مكان في نوع كان اسمه انفيرتد. اه ده عمره ما يتحول عمره ما يتحول انفيرتد وترانسيشنال برضه بس عمره ده ما يتحول الى بناين 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 بناين. لما يقول لي ادرس يا رب تكون حفظتها طول السنه ليوم يوم يوم يعني مالينا انتباهنا كان المهم برايمري وسكندري. والمهم برايمري عندي طبعا كارسينوما وساركوما وسكندري دايما غير دايما سكندري غير الا في اللي انتوا عارفينه. حد عارف السكندري كومن فين؟ 2 ايه رمز وليفر و2 بي يكون ممبرين و2 ار بين الرسوبر بين غير كده السكندري. طب سكندري كومن تاني فين؟ في الليمف نود.
هذه يعني حتى كده في البنات نخش بقى في برشلونه طبعا بتاعت الجزيره الكبرى دي مهمه طبعا. تيجي يا دكتور تيجي بس عبيدوا عليها ايه؟ من عليها ايجيبشن برشلونه. طيب يعني كانت دي مصريه مش هتيجي ليه؟ كومان ملكة في كومان طبعا الكلام ده ربي يعني كده تكون تعرف تقول راح يبقى حكيت ان جيم مولا كمان قرار جيم كومان دي كانت مصري في الأريسيا وفي الأريسيا وفي الأريسيا وفي الأريسيا أي انت في جيم السرطان بتاعنا كمصريين والسرطان في الفرق يعني مش فاهم يعني كالسرطان بتاع جبال المدر في مصر ليها خصوصية ليه؟ لأسباب كتير. طب قولي 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 الأسباب دي في جبال المدر كالسرطان بتاع جبال المدر نوع واحد اللي هو ايه؟ طب وفي مصر؟ لا في مصر عليا برشلونه بسلام. طب واللي كومان لا اللي كومان مش فرنسي في مصر اللي كومان اسمه ايه مصر برشلونه. طب اسالك ليه؟ ولا عشان بلاريسيا بتاعت اسكو مصر طب ليه اليوم بيحصل بقى في اسبريليا؟ يعني اللي كومان كل اوتر ده ورد في فرنسي انما اللي كومان في مصر اسكو ولكن مصر برضه بتعرف تعمل ترانسليشن على بعض يعني هنزيد عن العالم ومش هنعرف نعمل اللي هم بيعملوه وانا برضه بنفترض اننا بنعمل ده لمتاثرون في اليورينا الجارة على رغم ان ما فيهاش جلد يقول لك المصريين دول اللي خرجوا من التعريف ما هو معنى ان خرجنا من التعريف ونعمل اكل ما حدش تاني يعرف يعمل اكل متاثرون اذا كان ما فيش جلد ان كان ما فيش جلد في ايه اليورينا الجارة تعمل هنا اكل متاثرون ازاي؟ طب لو انا دول بتعمل ازاي؟ سلايس جلاند جلاريس انا اعمل الجلاند جلاريس تعمل الجلاند وتطلع بقى من الجلاند منين؟ من قلب البرشلونه ده تميز بالنسبه للايه؟ ده تميز البرشلونه بتاعتنا بتيجي سن صغير مش سن كبير يعني مش فوق مش هبط كده فوق يعني دلوقتي قبل ما اخد الثانويه العامه يكون واخد البرشلونه في حاجه ثانيه عندنا بقى بيك سبوتنج فاكتور يا ايه كانت كورونا كانت ايه؟ من مين البيت من الكورونيك سوسايتيز؟ وعندنا كيميكال وعندنا كيميكال وعندنا تريبتوفان كابلاي وعندك ايه كمان؟ وعندي الابيسيليال تشينج بعمل الابيسيليال والابيسيليال تشينج دي بتفتح لي الدنيا ان انا ممكن اعمل انواع كتيره سوسايتيز جراند جلاز تبليزيا البيلاريسيا مهمة وعلى فكرة الكارسونوم بتاعت الولايات بقت مهمة ونتناولها من جوانب كتيرة يعني. في حاجات تانية في بقى كرونيك سوسايتس وسكون وفي بقى طبعا مش عايزين ننسى هتكون في ترانسيشنال اللي هي الفيلوس ترانسيشنال سيلفر اللي هو نوع الفيلوس لو كان موجود طبعا في الحب كان التوبيا بيزايد كان الجماعة اللي بيشتغلوا في السبب الأهلين الجماعة بيشربوا سجاير والجماعة يعني في لسه طويلة بتخص البريس بودنج فاكتور بتاع الكارسينوما عمدة الرينالي بلاكتور. هل في اليورين بلاكتور في مكان مفضل للكارسينوما؟ طريبون 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 وطبعا نعم. أنا بتصور فيها 15 و 14 كانت في المستشفى؟ عندي عملية وكده طبعا. الآن فيكم ناس حبايبكم أما الحب يا راجع عليه. ساعتين صعب؟ نكمل الترانسيشن سيلتر سنونهم كانوا نقول يعني. الترايبون ومش في مشكلة طبعا في الترايبون ان في ثلاث فتحات
هي تقفل واحده يا اثنين يا ثلاثه وهتبقى في مشكله طبعا. لو فتحت افكت والمونيتر هيبقى هايدرو بايو بس مش هيبقى لنا فايده لان الجهاز ممكن تمر. انما لو افكت الاثنين هتقول الانشيت كاملا بايلاترال هايدرو هايدرو بايلاترال بايو بروبلي لنا فايده. لو افكت الايه؟ طبعا لو افكت بقى اللي تحت اسحب عليك وشد يعني لو افكت الاوبننج بتاعت اليوريترا هيحصل بلاوي كتيره في اليوريترا بتاعتك ويطلعوا فوق كمان. حاطين احنا الكلام ده. الانواع الانواع طبعا يعني احنا لو كنا مصريين كان عملنا زي المصريين لكن قلنا اول واحده سكور مصري كارسينوما. ولكن كل الكتب اللي في العالم موزمبيق وزنجبار والسويد والدنمارك اللي كومن عندهم مين؟ اللي كومن عندهم كارسينوما. خلينا يعني نتماشى مع العالم ونتكلم الاول على مين؟ على الترانسيشنال بوصفها ان هي ذا موست كومن اول اوفر ذا ورلد بس مش ذا موست كومن ان ايجيبت. اللي موست كومن ان ايجيبت هي السكويموس سيل كارسينوما. نيجي للصفحه يا دكتور في كلام يعني نيجي للصفحه. ال WHO قسمت السكويموس سيل كارسينوما الترانسيشنال سيل كارسينوما الى اربعه جيل مرسومين على سطور. ترسوم خمسه لا ما هو خمسه دي الخمسه دي اللي هي انترفيلوم. وساعات في بعض الناس يقول عليها جريد زيرو بس يعني ال WHO ابتدت من هنا يعني قالت جريد 1 2 3 4 ابتدت تسلم قالت لك لا ده بوتنشال ملكا مش اللي بدا الجريد ان ده مش ال WHO اللي بدا الجريد. عارفين مين اللي بدا الجريد؟ مين يا احمد عدوية في اجمل اغاني شرح فيها نص البصري لما قال لي حق فوق وحق تحت ده الجريد جريد اقل من دو ادوية كلاسيفيكيشن اقل من دو ادوية كلاسيفيكيشن فوق تحت لك يعني ايه فوق تحت لك يعني في ويل فورمين عامله زي عامله زي النوعين ويل فورمين فبيجري بروجيكشن تحت مش حاجه خالص مفيش انتجريشن خالص مش اي حاجه تحت مفيش اي حاجه تحت اللي موجود فوقه بس. طيب انا مش هكمل قرايه هخش على جريد اللي جدع يقول لي ايه الفرق اكوردنج تو احمد عدوية ايه الفرق بين جريد 1 وجريد 2؟ ان جريد 2 في حاجه نازله تحت كده داون بروس انفلتريشن لا مش انفلتريشن. اما انا عامل ده مين؟ مين فاكر حاجه اسمها برونز ميسل؟ مين فاكر حاجه اسمها برونز ميسل؟ فهي في يعني وقت البيسمنت ميمبرين مش قرن وقت البيسمنت ميمبرين مش قرن واخد البيسمنت ميمبرين داون بروس ماشي انفلتريشن. اما الجريد 3 والله بالنسبه لفوق ممكن يبقى فيه في الباي ما يبقاش فيه انما فيه انفلتريشن بجد يعني اتقارن بقى البيسمنت ميمبرين وحصل انفلتريشن بجد. اما الجريد 4 طبعا فيه انفلتريشن اورجانيكي وفي من فوق ألسر وفي اوفر بروس في اوفر كروس وطالع من الالسر عامل زي الكولي فلاور. ده على قد مخ مين؟ على قد مخ احمد علوية. ما كانش يعرف بقى يشوف حاجه تحت الميكروسكوب. هو بيتكلم على شايفه بعينين. جم بقى بتاع دول بيتش اورد غشوا منه وزودوا ايه؟ زودوا ثلاث حاجات. قال لك الميتوزس اخباره جاي وقال لك السيلولار اتيبيا اخبارها جاي. يعني ايه سيلولار اتيبيا؟ يعني الخلايا اللي موجوده عندك في الواقع تيبيكا. يعني ايه تيبيكا؟ يعني زي ترانسيشن. طب لو ما كانتش زيها تبقى اتيبيا. ده معنى كلمه تيبيكا يبقى اتيبيكا. طبعا كل ما زادت الاتيبيا كل ما زادت الميتوزس يعني ببساطه يعني. يبقى الاتيبيا هتعمل ايه؟ هتبتدي تزيد والميتوزس هتبتدي تزيد.
يا معنى كلمة أدبية ومعيدون. طب أنا عايز أقرأ وصفر خلاص أقرأ وصفر أقرأ جريد ون مان جريد ون جريد ون في ويل فورمين مدينة الاسبوريشن وانس. طب يصير الرب أدبية والمعيدون مش لازم مش لازم طب الانفلتريشن مش لازم. ملاحظ الدالي انها كارسينوم لو عدد الطبقات ازيد من 80 ما جريدكو زي جريدوان مختلف عنه في ايه؟ مختلف عنه ان في داون بروس. طيب الانفلتريشن مش لازم. طب والاديبيا يعني اولا كده عبيط بيقول لك الاديبيا اكتر من جريد 1. طب هو جريد 1 ما كانش بيعتدي يعني لو انت عايز تحترم مقتنعات تقول ان الاتليبيا ابتدت ابتدى في الاتليبيا وابتدى في ماكدونالدز يعني. طب وجريد 3؟ جريد 3 يا اما في فوق في اللاي يا اما ما فيش وما في ايه تحت في انفلتريشن. طب والاتليبيا والماكدونالدز ابتدوا طبعا يزيدوا جدا. طب هل لا تزال كومبليت اتليبيا؟ يعني ايه يا دكتور كلمة كومبليت اتليبيا؟ يعني هل الخلايا اختلفت تماما عن الترانزيشن بحيث ان انا مش قادر اعرف هي ترانزيشن ولا لا؟ لا. امال انت خليت ايه بقى يا حبيبي في الجريد 4؟ امال ايه اللي في الجريد 4؟ انابليزيا. يعني ايه انابليزيا؟ كومبليت بص كومبليت بص ما بقتش الخلايا يعني اللي يقعد يتفرج على الخلايا دي اراها مقطع عشان يحمل دراعك أو حتى قبل من دي ترانسيشن. طبعا الأتليبيا على عينها والميتوزس على عينه وفي حركة وسخة هيعملها جريد 4 ولاد الجماعة الباثولوجي ياخدوا بالهم أوي أوي منها اللي هي إيه؟ ساعة حتة أضحك عليك تضحك عليا إزاي؟ عاملها حتة سكويرس حتة أدم عشان إيه؟ ما تكشفنيش ان انا نوع وسخ يعني. ولا بص 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 شوف الفوكس ده بقى سكويرمس بص بص انا عادي اصل هاتوا اكيد والسكويرمس اهدى من اهدى من جريد 4. لو رجعنا الصفحه اللي فاتت هيبتدي يكلمني بروسكي. بروسكي يا اما حلو عامل في الغالب يا اما مناجم الدنيا وعامل ابصار وقلبيتي. طب بتاعت الميكروسكوب يا اما الخلايا حلوه زي الترانسيشن يا اما وحشه جدا في كل الاحتراقات يعني خلايا وحشه جدا وفي حاجه اسمها يقول عليها ايه؟ كونفلاش. يعني ايه كونفلاش؟ اضلله. يعني ايه اضلله؟ يقول منك كوسايفيا سكويرس كوسايفيا اليوم عشان تغلط وتشخصني ان هي جريد 4 اشخصك سكويرس اشخصك ادينوكارسينوما يبقى انت غلطت غلطه فظيعه. طبعا عندي مشكلة دي ازاي؟ عندي مشكلة دي ان ما كنتش وانا بيوصل وانا هاخد خمسة ستة لو طلعت اربعة سكويرمس واحدة ادنو والتلاتة الباقيين جريد 4 يبقى جريد 4 عشان تعرف تطلع من الاشكال ده. انا لو خدت وانا بيوصل وطلع سكويرمس وكتبت سكويرمس تبقى حمار. لو خدت وانا بيوصل وطلع ادنو وكتبت ادنو تبقى جاموسة. طيب المال ايه نمرة اثنين؟ نمرة اثنين بقى سكويرس دي بتكون في مصر. الشعب المصري يا ولاد اظن الان بعد الثورة 25 الشعب بوكو والله فاونديتنج مش اتفرجتوا عليها في المبحث فاونديتنج الناس ماتت يا ولاد الرجاله انما تدي ميتاستاسيس تعمل عمل مفيد يعني. طيب في اهميه في السكويرس ايه هي؟ يعني في كام بوك كده في السكويرس مهمين ايه هم؟ انما اللي كوما في مين؟ في مصر عشان في العراق بيقول لك خد بالك مني. خد بالك مني ازاي؟ لو طلع خمسه سكويرس هبقى سكويرس انما لو طلعت واحده سكويرس والباقيين جريد 4 يبقى جريد 4 ديفرنشال دايجنوز دي 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 يعني ديفرنشال دايجنوز. خد بالك ايه اخر حاجه؟ اخر حاجه تبقى
أدنوس أدنو أدنو كسر أدنو أدنو ساي إن كان في الكلام والله هذا إيجيبشا نعمل نعمل أبوه سيستيس كانت بيولاريس إزبيليبيا أدنو كسر طريقة الأجندة مش مصري أدنى نادرة جدا أن يكون في بقايا من اليوريكاس بقايا كده من اليوريكاس ممكن يكون في بقايا إيرلندية فهم جايين عاملين إنما اللي يحصل في مصر اللي هو السيستايك كلانديولار يعني حلو 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 طب لو قال لي سبريت وإفكت أوف كومبليكيشن أقول له إيه مش مكتوب والله يا عمر العمود يطلع هو مكتوب واحد من ثلاثة لوكال كل أسرار من الإمكان الدولة من جريم في نور طلاب الرجاء في ليه يا شغلانة يا شغلانة ما حقيقة طب ولو قال لي قول لي طب ما أنا حقيقة لوكال كومبليكيشن كومبليكيشن بيوم يتأسس في الفاشيس يا حقيقة يعني دول حقيقة مش يعني حتى لو ما بوش تيومر اوف ذا كيدني بص هو دايما لما يسالك في الاورام هيسالك في اورام السكند اللي فيها كوم اقول له الراجل ده بيبقى معاه مريض طب قول لي الجنون ادينوما طب قول لي نوع من الادينوما تعرف اونكو ايه اسمه ايه اونكو سايتوما اللي ايه الاونكو سايتوما ده أول ما تنو أسر خلايا من فيها أونكوسارس بنوعي أونكوسار يقول لك هو مش عارف يعني إيه أونكوسار أقول له روح أسأل عبد العليم بقى هو خلايا كبيرة السيتوبلازم بتاعها كتير وأحمر وفي ودران يرى عشان في ماء الخلايا تنتج طاقة يعني فأنا الجمر اللي عندي كل الخلايا أربعة أونكوسار أونكوسار ما عادش أسأل ده أنا بغلس عليك بغلس عليك والله طيب اولا انت بتتكلم غلط ليه بتكلم غلط ليه؟ اما تيجي تجاوب على كنت عايز تاخد نمره حلوه على اورام الكدني لازم تميز بين الكدني اللي لونها بني كدني تيشو بروبر وبين البنت بالريسوكاليسيس دي اخواتي اخواتي مين؟ اخواتي دول انا يعني اورام البيبس والكاريزيس زي ما قلت يورينا بالبلد كلها هنا اما الكدني هذا كدني لا دي حدوته ثانيه حدوته ثانيه كدني اللي لونها بني اللي لونها بني برضه فيها بنايم ومالجنت ومالجنت برايمري وسكندري وسكندري كوم والسكندري كوم يقول لك المال ايه برايمري مالجنت قول له رينا سيف كارسينوم ها ما تقولوش هايبر مفروم ما بقاش حد يحب الاسم ده والولمس طب لو اقول لك الولمس ليه اسم تاني امبريوما نيكروبلاستوما مش مشكله لغايه كده مفيش تحرير امال فين التحرير ايه؟ رايت عن اكونت اون ري نفس الكاستم سؤال كبير يا دكتور ما ينفعش يبقى كده ما ينفعش يبقى كده الاول هتقول السيلف بروجكت هو طالع من ايه؟ هو زمان زمان كنا فاكرينه طالع من ايه؟ من ادرينا كده وده كانوا بقى عليه هايبر نفرون طب ليه كنت فاكره اللي جاب السؤال ده بالراحه؟ ليه كنت فاكره طالع من ادرينا كده؟ لان هو نطلع من القبر كله لونه اصفر فالادرينا كده ايه اللي لونه اصفر فهو نسميه هايبر نفرون طيب وهل طلع فعلا من السيلف اوريجن طلع من الادرينا الجلال؟ لا ما طلع من طلع من السيلف سيل بتاعت الجيوبيول كونفوليوت الجيوبيول كونفوليوت الجيوبيول اكتر فين؟ اكتر في الكورتس الاجو 6 ماشي ما فيش هنا ما تقللش ما فيش هنا بليز سبوتنج انفكشن خلاص ما فيش ما كانش طبعا ما كان موجود في جروس مايكروسكوب بس خلاص
جروس اللي عامله كده 14. طب قول لي 14 السم في امريكان ماس طب السايت طلع من الكورتكس. طلع منين؟ من الكورتكس. منين من الكورتكس؟ اكتر من الابر برو. طبعا الكورتكس اكتر من الابر برو. وشفته كام جار من الابر برو كتير قوي. وكان في من اللور برو ممكن انما اكتر من الابر برو. السم مستقبل والشيب الشيب ويندي لاين. يعني ايه ويندي لاين؟ يعني مش عامله زي الجمر الريجولار. ويندي لاين واسالك ويندي لاين دي ايه؟ اقول له ويندي لاين يعني في حاجه ايه؟ ان لما باجي اطلع من بيتي ادي الكبده وادي البنت سوا. لما باجي اطلع من هنا بروح واخد الكبسول معايا. ما بعرفش اعمل انفلتريشن للكبسول ولما بنزل هنا ما بعرفش اعدي من البلبس. فعامل كده ويلدي لاين. مين اللي خلاك ويلدي لاين؟ الكبسول بتاعك الكبدي والبلبس. طب ولونك ايه؟ لا مش جريش وايت. امال لونك ايه؟ جولدن يلو. وفيك فيك اوسايد وفليفرنج ونكروزس وسيستيك ديجنريشن وكالسيفيكيشن. ودي لك كل تحتها فرق. ما انت عارف انت محافظ انت في اتش ان سي. لا وكالسيفيكيشن كمان. هتلاقي ايه تحت الميكروسكوب؟ هقول لك هتلاقي ايه. بس اللي هقوله مش مكتوب. اللي هقوله مش مكتوب. هلاقي undifferentiated carcinoma. هلاقي undifferentiated. يعني ايه بقى differentiated؟ يعني انا مطلع من تيوبيول اعمل تيوبيول. مش كده؟ يعني مش كده. هلاقي صورة ماس وكالرز مفصولة بسترونج. ادام يا ولد ادام يا ولد ما عملتش زي اصلك تبقى undifferentiated. وتبقى خطير على فكرة. تبقى خطير. يعني انا اول ما وصلت الميكروسكوب كده ولكنها undifferentiated عاملة ماسز وكلام سيبريت باي ستروما خايف. ممكن تضحك عليا. ممكن تضحك عليا وتعمل لي حتة فيها ايه؟ اقرا كده. بس ده كده امبارح ضحك على الهجوم. عامل لك حتة فيها تيوبيول حتة فيها فيلاي نوع من انواع ذكر الرماد في العيون يعني. انما هنا كان اصل عندي في مش كده سوليد. فاهمني؟ طب قول لي ايه انواع الخلايا؟ نوعين. ان واحده خليه كبيره كده وفاضيه وفي خلايا صغيره هم اكبر. امال ليه بتكون ثلاث انواع؟ لا انا مش ثلاث انواع من الخلايا. انا بقول ثلاث انواع من الورق. ثلاث انواع ازاي؟ يعني ممكن ما يبقاش فيه غير الخلايا الكبيره الفاضيه او الصغيره المنقطعه. ممكن يكون ميكسيك يعني بنات وبنين ممكن نسبه مشتركه يعني. مع ان العيال بنات وبنين بس في مستقبلين ممكن نسبه مشتركه يعني. طب والاستروما؟ يعني الاستروما دي اللي بتجي تواعي الفاسكولار وفيها هيموريك ونكروزس وكالسيفيكيشن. يا ولاد خدوا الدنيا سهله عشان الليله تمشي معانا حاجه. قول لي الاسبريت 1 2 3 واحد لون اثنين جملان ثلاثة جلاد. طب كلمنا على اللون. اللوكال بلاد برامة لنبي في أرضه. يعني ما كل الناس يقولوا لي لا ما تروحش لا ما تروحش. مين يقول لك ما تروحش؟ الكبسولة طب ما تعرفش تبرمها؟ ما كل ما اكبر بتتشد عليا. بس لو كبرت قوي هتقوم يعني. بس الكلام ده يبقى متاخر قوي يعني عشان احكم الكبسول. الكلام ده يبقى فيري ليت يعني. اما الناس بتاعتي تكبر قوي بحيث اكبر اسرع من الكبسول بتكبر عليا يعني ليت. انفلتريشن للكبسول ليه؟ طبعا لو عملت انفلتريشن للكبسول ابسط حاجه يعني الفات اللي بره بس الكلام ده يعني يكون البيشن داخل فوق يعني يكون البيشن كمان. وبعدين من تحت مضايقين يا دكتور بيقولوا لي لا ما تعديش من البيشن. مع انها على فكره خطير والله يعني هم بيفتكروا ان انا هبله يعني. لا دي خطيره يعني. بس
بس لو كان يعني تعمل كريدا نفسه وياه بس بتاكل ما شاء الله تاكل كتير من تشو حلاوه بمنتهى السرعه ده كان بياكل هيماتوريا بينس عشان الكبسول بس حاجه لا ما لو انا بقول الكبسول هتبقى بينس انما الكبسول ممكن تبقى بينس هيماتوريا لان قاعد اقرا في الجبن تاني طب والسبريت بايلنج تدرين جيب كنون يعمل مدبوط كده حلوة يعني تكتب بجمع يعني المرأة وقتك يعني كده بجمع يعني طيب ماشي على الأقل وبايز الله غير أمبليز بايز الله غير أمبليز من الخمسة اللي بيسبريت اللي بايز الله لا انت بعيد الكلام ده لا يا انا من البسكويت ده اللي بايظ الضهر وتروح في الرقم 2 ال 2 بي و 2 ار دي ورقه البوصله كده بقى من نكتبها ده ممكن يبقى الكارسينوما بتاعت الضهر بتاعت الدريس الرينا سيب كارسينوما بتاعت البروستيت بتاعت الثيرويد دول السطرين دول مقدسين بس بريت اللي بايظ الضهر وتروح فيه ولازم يبقى لديك اخبارا اخرى انا لديك اخبارا اخرى انا يا مكان صغيرين كده ان تعال اتفرج عليا بقى وعلى صورتي وعلى جمالي وعلى حلاوتي اما بروح فين؟ للبحر واعمل ايه بقى في البحر؟ كان من جوه اماني الحته دي ولو انا طالع بقى من الليل ممكن اسبريت في الرينا مكان واقفله وطفر بقى البامبينا بتكبر واعمل دوائر في الناحيه الشمال واظهر النقطه دي. دايما مع البلاد سبريت في محفوظات سبريت اللي بين البلاد وبروح فين؟ ان كان عندك كلام تاني عندك بقى حلو. قول لي بقى الافكت اجمل افكت كوميونيكيشن اجمل افكت كوميونيكيشن خلقه ربنا في الدنيا. خمسه طب انا حافظ ثلاثة ايوه انا حافظ ثلاثة الثلاثة اللي انت حافظهم لوكا وميتاستاسيس وكاشيكسيس ما حافظهم دول في اليوم قول لوكا في ايه وميتاستاسيس في ايه وكاشيكسيس في ايه من الثلاثة اللي حافظهم دول بس في حاجتين ممكن تتسم بيهم بقى لينا سيكتر سنة اللي هو بفرز الهرمونات بتاعتي وبفرز هرمونات مش بتاعتي. ده بتاعتك ايه؟ اريثروبوليتين واعمل بوليثيرتين ورينين واعمل هايبرتين. على فكره انا كده اللي بفرزه ده مش غريب عليا. واعمل برامج بلس زي ايه؟ اللي انت عارفه في شويه هرمونات كده انا ما بفرزهاش. بلط هرمون جوناندو تروف الكورمون ده غرام ينقص دي ما في ما عنديش في المنهج حاجه فيها خمسه كومبليكيشن غير لوكال ميتاستاسيس كاشيكسير افرز هرمونات بتاعتي افرز برامج بلاستيك حلوه طعم يعني حلوه طعم. طب امال عامل حاج ويلمس أجمل حتة تقرا فيها امبريوما، أجمل حاجة تقرا امبريوما. بيقول لي إيه؟ بيقول لي كلام أثار الكلام ده إيه؟ ممكن أعممه. تعممه إزاي؟ سيل فوريجن. طب إيه سيل فوريجن؟ امبريوني. أيوه يعني إيه امبريوني؟ يعني اللي هو جاي من ميزوجيرمي كان بيعمل كده، اسمه ميزوجيرمي. لما تكون كلمة ميزو نيفرون دي كلمة قبيحة يعني. ميزو نيفرون فين؟ كان في كلمة فيها شوية خلايا ميزو نيفرون هي دي اللي اتجننت وعملت الامبريون. يبقى الخلايا مالها؟ لا بلوري بوتم. يعني ايه بلوري بوتم؟ بتعمل حاجات كتير بس ما بتعملش كل حاجة. ميزو نيفرون بلوري بوتم، نقطة في بوتم. طب والايج؟ لا الايج في السن الصغير. انت يا ويلمس لا مش انا واخواتي انفانس اند تشايلد هود يعني كلنا نيجي في انفانس اند تشايلد هود. طيب قول لي بقى نعم انت بنراني ولا لا بنراني؟
لا يعمل حتى لغير مليئة. عايز اسأل سؤال، لما تقرا ان التيومر ده غير مليئة يعني ايه؟ يعني لانه لوكال جامد جدا ويدي متاسسس جامد، دي ترجمه كلمه ان الورم ده غير مليئة. لوكالي رهيب، ديستنت ايرلي غير مليئة. طيب امال الرينا سيمتاس غير مليئة دلوقتي؟ قال لك ما هو لوكال ضعيف. ايوه بس بيدي متاسسس دي مليئة. انما هاي المريضه ياكل الكدني وياكل بقى ياكل الكبسول بيري ايرلي يعني ما بيستنى، بس البلبس ما بيعرفش ياكل يعني يودي البلبس كده ويعمل لارج ماس بيري شويه يتكرر اتش ان سي ما فيش بقى كلاسيفيكيشن اتش ان سي بس تحت الميكروسكوب البعض يلاقي كلام صعب، لا مش صعب. هتلاقي ايه تحت الميكروسكوب؟ هلاقي امبريونيك سيل، يمكن عشان كده بيقول عليه امبريومر. عايز اسالك يا ريت بقى تحفظوا عليا في الحته دي، يعني ايه امبريونيك سيل؟ خليه صغيره ومدوره والنواه كبيره والسيتوبلازم مدرجه. ما انا عايز اسالك بقى برضه، ما انا عارف ان احنا بعدنا كلنا بعدنا بسيط، ليه البريمكس ليه المواصفات دي؟ يعني ليه البريمكس مدوره؟ مدوره عشان ما بقتش ديفرنشيت. طب لما تبقى بتلاقي تبقى الربه كلها من الاركيوبيكا يعني تبقى اسكوير كل انها مدوره وصغيره تبقى نوت ديفرنشيت. طب ليه صغيره؟ عشان السيتوبلازم مدرك. طب ليه السيتوبلازم مدرك؟ مش عارف يشتغل. طب ليه نواه كبيره وهيبر كروماتيك؟ عشان اسف على القصر. عامله زي اسمه ليمفوسايكل، المادة الخلايا الحمراء الكبيرة اللي موجودة في النص دي اونكوسايت. لا ما تقولش اونكوسايت، يعني اونكوسايت دي في الأرض في البريونيك اونكوسايت أو اونكوسايت لاي موجودة ليه؟ هنتخلف بقى تعمل شوية طاقة للخلايا الصغيرة دي وممكن تلاقي التيومر كله نوتنج جراتر ذان هذا الشكل. خلايا صغيره مدوره وسيتوبلازم مدعي ومراه كبيره وهايبر كروماتيك فيها شويه خلايا حمراء كبيره كده عشان تدي طاقه للخلايا اللي حواليها. مفيش حاجه تانيه، ممكن مليش حاجه تانيه. طب ممكن يحصل شويه ديفرنشيشن؟ ممكن يحصل شويه ديفرنشيشن. ناحيه الابيسيميا ولا الميزوكايزا؟ ممكن اعمل الميزوكايزا الاقي ايه؟ الاقي سبندل سيل. يعني ايه سبندل سيل؟ دي البريونيك ميزوكايزا سيل شكلها كده سبندل سيل. شكلها كده. طب ولو رحت ناحيه الميزوكايزا يبقى شويه خلايا لازقين في بعض، شويه خلايا لازقين في بعض كده عاملين ماسس سيبريتد باي شويه ميزوكايزا تيجي. ممكن اروح تاني؟ ممكن تروح تاني. اروح ازاي؟ الميزنكايمر تدي امبريونيك ميزنكايمر ستراكشر، يعني امبريونيك كارتش، امبريونيك بول، انت فاهم؟ امبريونيك مكسون بلس تيشو، انت فاهم ولا لا؟ طب والابيسيليا دي؟ ممكن تدي جلوميرولوس امبريونيك، ممكن تدي تيوبيول امبريونيك، ممكن تدي جلاند. يعني عايز اربع فايده، اربع فايده ان اي امبريون مال ممكن تبقى كومبليتلي ان ديفرنشيت وما فيش فيها غير خلايا صغيره. ممكن الاقي شويه امبريونيك ديفرنشيت. يعني ان عمري ما اوصل للمتيوب. طب والسبريت؟ ما السبريت ده موجود عندك. طب لوكال؟ لا لوكال لا. لوكال كانت الهايبر كروم عامله لينا الماس. لا ده عامل قدامنا الماس مش شريحه حتى كبيره قوي كبيره قوي. طب واخد مين في سكتها؟ يعني واخد كله في سكتها عامل زي كل دول، واخد الكبسول واخد الفات دي واخد الكول واخد الليفر عامله ده بعد كده بقى تخرج من الكليه وتروح من امها يعني عامله ماس رهيبه يعني. ليمفاتيك وبلاد وليمفاتيك وبلاد. طب وبلاد ايرلي؟ طبعا حاجه مليئه، حاجه مليئه لا تسبريت ولا بلاد. طب الافكت اوف كوميونيكيشن؟ ما هذا في بقى لوكال. هو لوكال بقى غني لوكال يعني. يعني ما عرفتش اغني لوكال في الرينا كان كنت مخنوق يعني. لا غني
الحرس الاول يعني من ايه ازاك المذاكر ايه وانت بتتعلم ذاكر ذاكر الاسراف والسندروم وانت بتتعلم كويس ذاكر الاكلوت الرابط البروجريتيف والفرام الدنيا بقت قليله بقت قليله نفرات الذاكره حاجه بس هي فاكره النفرات دي الكلام اللي انا قلت لك عليه لو قال لك كل الماكروسكوبيك كلمه كده مختصره عن الانواع الانواع المهمه الاكيوت والبرامج والرابط البروجريتيف والمونتريانوس والفاتش كانسر هي مستهدفين المقدمه رابعه المقدمه رابعه بس مش هتيجي يعني مش هتيجي طب واقع ايه تاني؟ ايه الاوبشن؟ ايه الثلاثة تيومر؟ والله الترسانة بتاع الرقم دي سؤال كامل يعني طب ما انا جاي لي سؤال صغير جاي لي سؤال صغير اصلا اللي هم الاثنين كاملة ولذلك انا يعني وذاكرهم زي ما قلنا يعني دايما يعني اما يجي سؤال يقول لك ثلاث تيومر خمس تيومر يعني ما تبقاش معاك ما تقولش ده معنى الثالث لا 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 أكيد بعض الأدبية بتقول لك write something about all things but don't write all things about something يعني على سبيل المثال قولها بالعربي على سبيل الإنسان يعني عشان أعرف أكمل عشان ما أجيش أضيع وقت جامد في سؤال وأعيط على سؤال ما كتبتوش ما استفدت إيه في أسئلة تاني درس تاني ولا حاجة والله يعني لو بتسألني هقول لك بروجكت بلومينر انتكس يعني لو بتسألني في حاجة تانية لا خلاص بروجكت بلومينر انتكس نقراها اقرا هذا اي حاجة طيبة بروجكت طيبة عفوا طيب في سؤال ما بتقدرش تشتغل فيه كونتراكت فيه ممكن اسيب الشكوى بس الشكوى كان مين الكونتراكت دي في تو سبلاي كيدنين سيمتريكا الصغيرة المسلسلة دي بتاعت مين ومين بتاعت كورونا بيبر رفلايتس وبتاعت البنائن هايبرتين وكيدني بقى الاسيمتريكا والريكولر بتاعت مين ومين بتاعت اثروسكليروتس او بتاعت كورونا بيبر رفلايتس انت حفظتهم ولا لا؟ العادي كده كونتراكتس كده سيمتريكال وجرانيولر مين بقى؟ لا لسه قايلينها كرونيك بلومريولر انفلاكس سيمتريكال وجرانيولر مين ده؟ بنايين هايبرتنشن طب المرض اللي اسيمتريكال وريجولار على بيبقى بتاع الاتروسكليروتس وبتاع كرونيك بايينو نفرايتس كرونيك بايينو كرونيك بايينو اتفرجت على الكلام ده في الجامعة وشكرا بقى بكره يوم طويل نيل وكريمين وبريسك يعني كونوا متغذيين كويس نيل وكريمين وبريسك بس روما اهو كبريسك من موضوعات الناس بتستفيد يا ولاد من العادات دي تساعدكم المذاكرة.